فتحت ولاية أمن الدار البيضاء مساء يوم السبت 19 مارس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات أعمال الشغب والعنف التي شهدتها مدرجات ملعب محمد الخامس عقاب مباراة الرجاء ونادي شباب الحسيمة. وحسب المعلومات الأولية فإن أشخاص محسوبين على جمهور الرجاء دخلوا في شجار فيما بينهم مدرجات الملعب مباشرة بعد فوز فريقهم، مما تسبب في عدة إصابات بشرية وإتلاف الممتلكات في ملك الدولة والخواص. وحسب الحصيلة الأولية المتوفرة فإن شخصين أصيب جراء هذه الأحداث توفي مباشرة بعد وصولهما إلى المستشفى، أحدهما أصيب بجروح باستعمال أداة حادة والآخر لا يحمل علامات بارزة للعنف. كما تم تسجيل إصابة حوالي 54 شخصا آخرين بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى الجامعي ابن رشد ومستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الأولية. وقد أسفرت العملية الأمنية المنجزة عن توقيف 10 أشخاص قبل انطلاق المباراة و31 شخصا بعد انتهائها، وذلك بسبب تورطهم في ارتكاب أعمال شغب عبارة عن رشق بالحجارة. ورجحت التحريات الأولية لمصالح الأمن بالبيضاء أن يكون سبب أعمال الشغب هو خلاف بين فصائل محسوبة عن جمهور الرجاء تطورت إلى أعمال عنف وتدافع في المدرجات. وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها لتحديد أسباب ودوافع هذه الأحداث وتوقيف جميع المشتبه فيهم المتورطين في ارتكابها. سي أحمد الغيبي، ربما كان نهضروا على الملعب لأن الملعب أيضا إذا ما كان يعني مصمم بشكل احترافي بشكل يعني يضمن ولوجية آمنة، يضمن يعني واحد السيرورة آمنة حتى في بعض الحالات اللي كيحدث فيها الشغب، ربما قد نتابع أرقام اللي قد تخفف نوعا ما من هذه الأرقام اللي تابعنا اللي كانت ليلة أمس سمعي. نعم، أكيد أن الملاعب اليوم هناك معايير دولية، ولله الحمد أن المغرب استطاع أن ينضم جوج ديال الدوريات في المستوى الدولي وشاركوا فيهم بالأخير ريال مدريد في النهائي ولعرفوا نجاح كبير، فبالتالي تنعرفوا المعايير، فبالتالي خاص لابد أن هذه المعايير توفر في جميع الملاعب. هذا لا يعني أننا الملاعب تكون كلها جديدة، بالعكس أننا يقدر يكونوا ملاعب جديدة ولكن خاص معايير محددة. وللأسف من تنشوفوا الصور تلقوا بلا بعض الجوانب اللي ما كانش، بحال دابا تنشوفوا الصور متداوله في على الشبكه ديال الانترنت تلقاو بلا ما كاينينش واحد لي باس خير واحد المرات، حيتاش ملي تيكون خطر الجمهور عنده الملعب اصلا صغيبي هو عباره عن ورش، مازال كانت الاشغال ديال التهيئه ديال هذا الملعب كانت واحد الضغوطات مورست في واحد المرحله معينه وتعطاو ضمانات بان الناديين اللي غادي يستقبلوا على هذا الملعب هذا ما غاديش يكون واحد العدد ديال الجماهير، ما غاديش يكون شغب. للاسف الامور مشات في واحد الاتجاه اخر. للاسف اولا كاين هذه المساله ورش جناح مفتوح جناح مسدود. انا ما عنديش معلومات ولكن عارف بان المركب في اصلاحات. اللي بغيت نرجع ليه الجانب الاخر هو اننا هناك معايير ولكن هناك جانب اخر هو الجانب التنظيمي، كاين مصادر تنظيميه ديال المقابلات لتفادي اعمال الشغب. فاليوم انا تنقولها حقاش في اطار استراتيجيه تتبين بان جوج الانديه ولا جوج الملاعب لا تتوفر على مصادر تنظيميه، لا تتوفر على مسؤول تنظيمي بمعنى الكلمه التي يستجيب الى جميع الشروط الدوليه ديال التنظيم. هذا للاسف اللي احنا صراحه مؤسف انك تكون عندك قاعده جماهيريه كبيره. اكيد باننا اليوم للاسف عاوتاني نرجعوا لهذا الجانب ان الجماهير خاصه في هذه السنين الاخيره الجماهير المغربيه برمتها كانت هي ضوء منير في الكره المغربيه رغم النتائج السلبيه، ولكن بعض